طيب المهم دلوقتي لو احنا يا جماعه افترضنا ان انا جبت مصدر ضوء لمبه، لمبه في الشارع طلعت ضوء، وانا طلعت الريز من اللمبه دي وقعت على عدسه ما جبتها من وحي خيالي، الضوء وقع على عدسه بارلل. مبدئيا كده لما تسمع ان ضوء وقع من مصدر ضوء على عدسه بارلل، اعرف ان مصدر الضوء يبعد عن العدسه دي 6 متر او اكثر. اذا لو اللمبه او مصدر الضوء مصدر الريز بينه وبين العدسه 6 متر اور مور، الريز هتقع بارلل، لان لو وقع على مسافه اقرب من 6 متر الريز هتقع دايفرجنت، يعني مفتوحه كده. فاذا ايه رايك انا جبت لك مثال من دماغي، ريز وقعت على عدسه بارلل، طالما بارلل يبقى اذا مصدر الضوء يبعد عن العدسه 6 متر او اكتر، حط الرقم اللي يعجبك بقى 10 100 1000. لقينا ان العدسه دي قدرت تجمع اللايت ريز على بعد متر، اذا واضح ان الفوكال بوينت الريز طلعت كونفرجنت، يعني طلعوا مجمعين الريز عشان تتجمع في نقطه اسمها البوينت اوف فوكس. انا جبت لك مثال من دماغي، العدسه قدرت تجمع ريز على بعد متر. لو طلبت منك قلت لك احسب لي قوه العدسه دي، عندنا قانون مهم قوي، قانون بيقول بي يعني الباور ايكوال 1 اوفر اف. مين الاف دي؟ اللي هي الفوكال ديستنس، اللي هي في المثال بتاعي ده 1 متر. فاذا لو انا قسمت واحد على واحد هيطلع الباور اوف ذا لينس 1 دايوبتر. اذا باور قد ايه؟ طب اخد رايكم بقى، يلا الناس معايا الاونلاين برضو، لو جبت لك عدسه اهي وقع عليها ريز بارلل، اذا مصدر الضوء يبعد على عدسه قد ايه؟ 6 متر او ابعد، العدسه دي قدرت تجمع على بعد نص متر. البوينت اوف فوكس نص متر، تبقى دي اقوى من الاوليه ولا الاولى اقوى؟ كل ما العدسه قدرت تجمع اقرب يبقى العدسه دي مور باورفول. هل القانون بتاعنا هيثبت ده؟ تعال نشوف. احنا قلنا قانون في ايكوال 1 اوفر اف، اف هنا قد ايه؟ نص، واحد على نص بكام؟ 2 دايوبتر. طب لو عدسه قدرت تجمع هنا على بعد تلت متر يبقى واحد على تلت يبقى كام؟ اذا كل ما العدسه قدرت تجمع اقرب ليها، يعني البوينت اوف فوكس اقرب للعدسه، كل ما كانت العدسه مور ايه؟ باورفول. وبالتالي هنا لو انا جبت لك عدسه قدرت تجمع على بعد متر يبقى الباور بتاعها واحد على متر، واحد على واحد بواحد دايوبتر، اذا ايكوال 1 دايوبتر. لو جبت لك عدسه قدرت تجمع على بعد نص متر، القانون بيقول واحد على نص بكام؟ يبقى 2 دايوبتر. طب ايه اللي بتخلي عدسه ما اقوى من الثانيه؟ يعني ايه اللي بيفرق في قوه العدسات؟ ليه في عدسه ممكن تجمع قريب وعدسه تجمع ابعد؟ هما تو فاكتورز ما لهمش ثالث بيفرقوا في قوه اي عدسه في الدنيا. اول فاكتور الكيرفيتشر. بصوا انا راسم ثلاث رسومات، عدسه راسمها بالاسود، عدسه راسمها بالازرق، تعالوا نغير اللون عشان يبقى اوضح، خليها بالاحمر. عدسه راسمها بالاخضر، خدتوا بالكم؟ ان ايكوال كيرفيتشر، مين اكتر واحده كيرف فيهم؟ الاخضر دي اكتر واحده مقوسه، وهي دي تبقى اقوى واحده. اذا ايه ده؟ يعني عندنا قانون بيقول ايه؟ كل ما الكيرفيتشر زاد كل ما قوه العدسه زادت. اذا اول فاكتور بيفرق في تقرير قوه العدسه هو مدى التقوس الكيرفيتشر. اذا كل ما الكيرفيتشر بيزيد كل ما الباور ايه؟ بيزيد. في فاكتور تاني يا ريت نعرفه بالمره، حاجه اسمها ريفراكتيف اندكس. طب ايه الكيمياء؟
نعمل بالبريشر ابلاي كتوت او كروت ستيت عشان نديني كروت موفمنت. نعمل بالبريشر ابلاي كتوت او كروت ستيت. نعمل بالبريشر. نعمل بالبريشر ابلاي كتوت او كروت ستيت. قصة الرينج، انت نفسك لو بتجري في هواء تجري عادي على الارض عاديه ناشفه، وفجاه دخلت جوه بركه ميه هتلاقي نفسك بتتكعبل وسرعتك بتقل لان مقاومه الميه اعلى. ايه ده؟ يعني واضح كده ان الريفراكتيف اندكس او معامل الانكسار مرتبط بكثافه الشيء او مقاومته. كل ما الكثافه او المقاومه ايه زادت، كل ما الريفراكتيف اندكس كرقم زاد، وكل ما الاندكس بالمناسبه كرقم زاد كل ما الباور بتاع المكان او العدسه زاد. عشان كده لو تفتكروا من ايام الفيزيكس كنا بنقول ان الاير، وده اقل مقاومه في الدنيا لان ده غاز غازات، الريفراكتيف اندكس بتاعه 1. طب الميه اللي هي اكثر مقاومه اكثر كثافه اكثر صلابه، الريفراكتيف اندكس 1.33. طب الجلاس اللي هو جسم صلب اكيد ده اكثر كثافه من الاثنين ولا لا؟ ده ممكن الريفراكتيف اندكس بتاعه طبعا يعدي الميه بكثير، يعني زي ازاز النظارات بتاعتكم. بالمناسبه الريفراكتيف اندكس بتاع عدسات النظارات بتاعتكم ممكن توصل اب تو 1.52 اب تو 1.6، ده يعني رقم اعلى من الميه. وكانك كل ما رحت ناحيه الاكثر صلابه كل ما الريفراكتيف اندكس ايه؟ وبالمناسبه كل ما الاندكس يزيد كل ما قوه العدسه تزيد. يعني تخيل لو عملت لك عدسه مقوسه بالمنظر القليل قوي ده، معموله من ازاز سمكه رفيع قوي، وعملت لك نفس درجه التقوس بس من ازاز مضغوط اكتر وبالتالي كثافته او صلابته اعلى. تخيل نفس الكيرفيتش بس اللي كثافته اعلى او الصلابه بتاعته اعلى هيديك باور ايه؟ اذا حاجتين بيفرقوا في قوه العدسه، مدى التقوس حاجه اسمها الكيرفيتشر، ومدى الصلابه او الكثافه حاجه اسمها الريفراكتيف ايه اندكس، يفرقوا في قوه العدسه. مدى التقوس حاجه اسمها الكيرفيتشر، ومدى الصلابه او الكثافه حاجه اسمها الريفراكتيف ايه اندكس. في معلومه عندنا في البرنامج يا ريت نعرفها بالمره بقى. فاكرين يا جماعه لما خدنا اللينس مع بعض قلنا ان المصنع اللي بيصنع اللينس فايبرز هو الابيثيليوم، وقلنا المصنع ده لا يتوقف عن الانتاج ابدا. طول ما انت عايش هذا الابيثيليوم يقعد يصنع فايبرز جديده، صح؟ بس قلنا في قاعده في التصنيع، الجديد بيزق الاقدم ناحيه السنتر، وبالتالي كل ما الاقدم يتزق ناحيه السنتر كل ما بيتفعش بيبقى كومبرسد يعني، وكل ما يبقى كومبرسد بيلوز ووتر، وبالتالي الامور سوليد اكثر صلابه. عارفين بقى لما جينا ندرس الكريستالين لينس بتاعتنا لقينا ان الريفراكتيف اندكس بتاع الكورتكس اللي هي الفايبرز اللي موجوده في البريفري اللي هي لسه متصنعه دلوقتي لسه ريسنت اللي هي مليانه ميه كتير يعني سمور سوفت، لقينا ان الكورتكس الريفراكتيف اندكس بتاعنا كان 1.39. اما النيوكليوس اللي هي الفايبرز الاقدم اللي اتفعصت اللي بقت اكثر صلابه لان الريفراكتيف اندكس بتاعها 1.42. هتقول لي ايه ده؟ معقوله؟ معقوله المصنع واحد هو الابيثيليوم ده والريفراكتيف اندكس بتاع الكورتكس مختلف عن النيوكليوس رغم ان التركيبه واحده؟ لو انت سالتني السؤال ده يبقى انت ما فهمتش انا قلت ايه. الموضوع ملوش علاقه بنوع البروتينز، ملوش علاقه بالتركيبه، وانما ليه علاقه بالايه؟ بالكثافه والصلابه. واحنا عرفنا خلاص فهمنا ان النيوكليوس مور سوليد ولا لا، فكان منطقي ان النيوكليوس كريفراكتيف اندكس تبقى اعلى من مين؟ اعلى من الكورتكس. اذا حتى القوانين بتاعتنا الفيزيائيه انطبقت على عينينا اهو. الريفراكتيف اندكس بتاع الكورتكس كام؟ 1.39. الريفراكتيف اندكس بتاع النيوكليوس كام؟ 1.42. ليه الفرق ده؟ عشان النيوكليوس مور ايه؟ مور هارد او مور صعب. اذا اللي بيحدد قوه اي عدسه تو فاكتورز، كيرفيتشر وايه؟ واندكس. عندنا كام نوع في حياتنا بقى من السفيريكال لانسز؟ السفيريكال لانسز عندي نوعين ما لهمش ثالث. يا اما احمد، في حد في الويتنج يا احمد انت مش شايفه طبعا.
احسن عملت له ادميشن. طيب بعد اذن حضرتك، بس القانون بس اللي فوق اللي هو واحد على اف ده انا ما فهمتوش قوي. ولا حاجه، انت عشان تحسبي باي عدسه قوتها قد ايه بتوقعي ريز بارلل على العدسه، لازم تكون الريز نوع الريز اللي هو على العدسه بارلل. شوف العدسه قدرت تجمع الريز البارلل على بعد قد ايه، مكان نقطه التجمع دي بسميها الفوكال بوينت او البوينت اوف فوكس. شوف البوينت دي بتبعد قد ايه عن العدسه، متر ولا نص متر ولا تلت متر ولا سدس متر، المهم تعرفي وقعت على بعد قد ايه. اقسمي واحد على البوينت اوف فوكس على الديستنس دي، على الفوكال بوينت او الفوكال ديستنس اسمها، اقسمي واحد على الفوكال ديستنس يطلع قوه العدسه. فلو عدسه قدرت تجمع على بعد متر يبقى واحد على واحد، قدرت تجمع على بعد نص متر يبقى العدسه واحد، قوه العدسه واحد على نص، قدرت تجمع على بعد واحد تلت متر يبقى واحد على تلت، وهكذا. طيب فهمت الفكره؟ اوكي. طيب بالنسبه لعينينا، يعني انا هتجمع على مسافه نص متر على تلت. لا لا لا، انا بديكي قانون في الشارع، عدسات في الشارع مش عنينا. احنا لسه هنعرف قوه عدساتنا احنا اللي حالتنا كام، قوه عدساتنا مختلفه خالص. انت طول عينك كلها قد ايه يا دكتوره اصلا؟ طول عينينا اصلا انت عايزه تجمعي الصوره فين مبدئيا عشان تبقي تشوفي كويس؟ الصوره لازم تجمع فين؟ على الرتنا، مش كده؟ مش الرتنا اللي بتشوف في عيني وعينك؟ طب الرتنا تبعد قد ايه عن الكورنيا طول عينينا؟ حوالي 24 مللي، يعني 2 سنتي و4 من عشرة. فانت محتاجة عدسات تجمع لك الصورة على بعد 2 سنتي مش 3 متر. 3 متر يعني كام سنتي؟ 33 سنتي. فلا لا، احنا بنتكلم على 2 سنتي و4 من عشرة. عشان كده قوة العدسات اللي حالتنا قوة مرعبة. الكورنيا قوتها كعدسة 42 دافترز واللينس 18، يعني قوة العدسات اللي حالتنا في العين قوتها 60 دافترز. عشان تقدر تجمع الصورة على رتنا على بعد قد ايه من الكورنيا؟ طول العين المثالي كام؟ 24 مللي. فالعين دي حاجة تانية لسه هنروح لها، لكن أنا بديكي مثال في الشارع عشان تحسبي قوة أي عدسة في التاريخ. اقسمي واحد على إيه؟ على الفوكال ديستنس. طيب؟ إحنا لسه هننتقل تدريجيا لغاية لما نوصل للعين، واحدة واحدة. أوكي؟ طيب. نوع العدسات بقى اللي السيريكال كام نوع؟ عندي عدسة كونفكس، دي اللي إحنا بنطلق عليها اسم دلع. ماليا بلس لانس. ما اعتقدش ابدا ابدا قابلته بني ادم تقول له انت لابس عدسه ايه؟ يقول لك كونفكس 5 كونفكس 6، هو ما يعرفش يعني ايه كونفكس. هو خلاص بقى الاسم الدارج او اسم الدلع الاكثر شهره. عارف انت لما تقابل بني ادم تقول له مثلا يا ميمي وهو اسمه حاجه ثانيه خالص، محسن مثلا هو خلاص حد يقول لك تعرف محسن، يقول له محسن مين؟ ما مش عارفه، لانه خلاص من كتر ما سمعت ميمي خلاص هو ميمي بالنسبه لك. حماده، حماده ده احمد ولا محمد ولا محمود الله اعلم، بس هو حماده. يجي يقول لك تعرف احمد فلان، هو ما اعرفش انا اعرف حماده. اهو من كتر ما الاسم الدارج اسم الدلع السهل على اللسان بقى بلس، احنا بقى الناس مش عارفه مين اصلا الكونفكس دي. فاذا بلس مجرد اسم نيك نيم، اسم دلع يعني بديل لاسم ثقيل على اللسان اسم كونفكس. انا باكد المعلومه كده ليه؟ بقولها بالطريقه دي ليه؟ عشان في ناس فيكم بتغلط وتفتكر ان البلس يعني العدسه دي فوق الصفر، لان النوع الثاني اسمه ايه؟ كونكيف، بنديله نيك نيم اسم دلع اسمه ماينس. اوعى تفتكر ان البلس يعني فوق الصفر والماينس يعني تحت الصفر، لا لا لا، البلس ده الاسم البديل السهل لكلمه ايه؟ كونفكس، والماينس الاسم الدلع البديل لكلمه صعبه على اللسان اسمها ايه؟ كونكيف. وطبعا اظن انتم عارفين ان الكونفكس عدسات مجمعه، يعني تدخل عليها الريز الانسيدنت كده تطلع الناحيه الثانيه كونفرجنت فبتتجمع في نقطه، مش كده؟ دي عدسات مجمعه. اما الكونكيف العكس، عدسات مشتته تدخل عليها الريز انسيدنت كده، يعني داخل الريز جاي من مصدر الضوء من اللمبه هنا كده راح بارل تطلع الناحيه الثانيه ازاي؟ منفرجه دايفرجنت، تبعد عن بعض. دول عمرهم يتجمعوا في نقطه؟ كل ما هيمشوا في هذا الاتجاه يفضلوا يبعدوا ويبعدوا، عمرهم ما يتقابلوا ابدا ابدا. اذا دي عدسه ايه؟ مشتته. اذا الكونكيف عدسه مفرقه بنقول عليها الاسم البديل اسم ايه؟ ماينس. الكونفكس عدسه مجمعه وبنديها اسم ايه؟ بلس، اسم بديل. اخر حاجه كده عايز ابنيها في دماغكم قبل ما ندخل بقى للعين اللي انتم مستعجلين عليها، تعالوا نشوف لو انا جبت لك مصدر ضوء اتفقنا يبعد عن العدسه 6 متر او ابعد، الضوء هيقع على العدسه ازاي؟ بارلل، موازي.
طب ماذا لو مصدر الضوء بقى يبعد 5 متر فقط عن العدسة؟ عارفين الريزة تروح على العدسة ازاي؟ بدل ما تروح بارلل هتبدأ تروح كده. انت خدت بالك؟ يعني بدل ما كانت رايحة سهلة موائم، هو الموازي ده سهل قوي لأن يا دوب العدسة محتاجة تعمله كده عشان يتقابلوا، لكن لما الريس تروح كده على ما العدسة تخليها كده وبعدين كده وبعدين كده، دي هتاخد مجهود أكتر ومسافة أبعد ولا لأ؟ فإذا لو الريس جاي من مصدر ضوء، يعني مصدر اللمبة بتاعتي تبعد عن العدسة 5 متر، فالريس هتروح على العدسة كده. طب ماذا لو مصدر الضوء يبعد 2 متر؟ ده الريس هتروح مفتوحة أكتر. إيه ده؟ يعني ما كل ما مصدر الضوء قرب من العدسة الريس راحت صعبة أوي، مفتوحة أوي. كل ما مصدر الضوء بعيد عن العدسة كل ما الريز راحت ليس ايه؟ دايفرجن. لغاية لما نوصل لمسافة كام؟ 6 متر. وانت طالع بقى 6 زي 100 زي 1000 زي 2000 زي 10 كيلو، طالما 6 متر او ابعد فالريز هتروح ازاي؟ خلاص في علم العدسات، في علم الريز، لو مصدر الضوء 6 متر او ابعد الريز بارلل، اقرب من 6 متر تبدا تقعد بدرجات تقعد بدرجات متفاوته من الدايفرجنس. كل ما العدسه قربت، كل ما اللمبه قربت من العدسه كل ما الريز وقعت مور اند مور ايه؟ دايفرجنت. لغايه كده كله معايا ولا في حد وقع مني؟ الناس الاونلاين كله فاهم لغايه كده لغايه اللحظه دي ولا لا؟ تمام. في حد عايز يقول حاجه؟ نكمل؟ طيب بصوا معايا بقى، نبدأ بقى دلوقتي يا دوب عالم الايرونز الحقيقي بقى بالنسبة. تمام. في حد عايز يقول حاجة؟ نكمل؟ طيب بصوا معايا بقى، نبدأ بقى دلوقتي يا دوب عالم الايرونز الحقيقي بقى بالنسبة لنا امتحاننا. يعني قبل ما اكلمك دايما على العين اللي فيها ايرور اوف ريفراكشن، قبل ما اكلمك على اي ميثولوجي لازم اقول لك النورمال بتاعه ايه الاول. النورمال اللي هو البني ادم اللي بيشوف رؤيه واضحه، وانت عشان تشوف رؤيه واضحه اتفقنا لازم اللايت ريز تتجمع فين؟ على الريتنا. اذا تعالوا نشوف، لو انا جيت اقول لك البني ادم الاي متروب، ما هو اللي مش طبيعي اي حقيقي باثولوجي بالنسبه له كلمه اي، لما تقول اي ده اللي عنده بروبر ريفراكشن يعني نورمال ريفراكتيف ستيتس. عارف لو انا جيت في الامتحان اقول لك لو كان في اورال، يعني هو طبعا مش متوقع يبقى في اورال في ظل الاعداد المتزايده من الكورونا، فمش متوقع. فلو انا جيت قلت لك في امتحان اورال قول لي يعني ايه اي مترو، نفسك تقول لي ايه بسرعه؟ تقول لي الريز اللي بتقع على العين تتجمع فين؟ اقول لك يا ابني ثانيه واحده، انت اصلا عارف كليه الطب؟ وريني كارنيهك كده لان انا شاكك فيك اصلا، يعني مش في سنه رابعه، لا لا ده انت اصلا دخلت طب اساسا، يعني متاكد انك مش تجاره او حقوق؟ ايه ده للدرجه دي؟ انا بخت تخيل لو داخله كده عليك في الاورال وانت اصلا بتتلكك عشان يحصل لك منتا بلوك، فتخيل لو رحت كده مهاجمك على طول وقايل لك الجمله الاعتراضيه الفظيعه دي، خلاص انت ركبك ثابت، خلاص انت كده مش هتكمل الامتحان غالبا. ايه اللي انت غلطت فيه؟ انت قلت حاجه غلط الدرجه دي؟ اصل انت فعلا بتقول معلومات عامه دلوقتي، انت مش بتقول كلام ساينتفك خالص. انت قلت ايه؟ الريز اللي بتقع على العين تتجمع فين؟ اي نوع من الريز حضرتك؟ اللي واقع كده ولا اللي واقع كده ولا اللي واقع كده ولا اللي واقع كده؟ انت بتقول اي كلام وخلاص، انت مش فاهم يعني ايه ريز اصلا، انت مش فاهم يعني ايه مصدر الضوء يبعد عن العين على اي مسافه. القاعده دايما الاساسيه بيننا كبشر العدل والمساواه، صح؟ يعني تبقى مرضي جدا لو في عدل ومساواه، لو في ظلم تبقى انت متضايق جدا. تخيل كده لو انا قررت اعمل سباق جري ما بيننا كلنا، بس انا انسان ما عنديش ضمير، انا بايع ذمتي، فقررت اعمل خط النهايه بتاعي على بعد 100 متر وانتوا خط النهايه بتاعكم على بعد كيلو يعني 1000 متر، ما انا اكيد هوصل خط النهايه قبلكم. كده بقى انا كسبت عن حق ولا ده هبل؟ ده يعني خداع مش كده؟ لكن لو انا عايز ابقى يعني انسان عندي ضمير وعدل وبالتالي اكسب عن حق، لازم اوحد المسافه، انا اجري 100 متر وانت كمان 100 متر ونشوف بقى مين اسرع ساعتها، اللي يكسب اقول له مبروك فعلا ده عن حق كسب. فاذا عشان اقارن ما بين العين الحلوه اللي سميناها ايه؟ ايه متروب؟
والعين الوحشه اللي اسمها اينتروب، فكان لازم اوحد القياس. ما ينفعش اجي على عين اروح موقع عليها رئيس كده، دي اسمها ايه دي؟ بارلل. يعني الاوبجكت يلا العين قد ايه؟ 6 متر، وده نوع رئيس سهل ولا لا؟ واجي على عين ثانيه اروح موقع عليها رئيس كده، دي اسمها ايه؟ دايفرجنت، وده نوع صعب ولا لا؟ اصعب من اللي قبله. واحد ثالث اروح موقع عليه رئيس كده، دي مفتوحه خالص، ده فيري دايفرجنت. واجي بقى اشوف مين فيهم هيجمع عارفهم. ما انت ظالم يا اخي، ما انت ريحت العين الاولانيه وتعبت الثانيه وضيعت الثالثه، فكان لازم توحد القياس ولا لا؟ عشان كده قبل ما تقول ان الريزه هتقع على ريتنا لازم تعرفني انك انسان عادل، لازم تقول لي اسطمبه هنستعملها طول الشابتر بتاعنا. لازم لما اقول لك قول لي العين الفلانيه اخبارها ايه، تقول لي اتس ا كونديشن اوف ريفراكشن، يعني حاله من الايه؟ ريفراكشن، ويز اكوموديشن ات ريست، انسيدنت بارالل rays falling on the eye. اقف لغايه هنا، والله سطر ونص ده هتقول في كل الديفينيشنز اللي جايه. لما اقول لك قول لي يعني ايه ميتروب، يعني ايه مايوب، يعني ايه هايبرميتروب، يعني ايه استجماتيزم، كلهم هتقول لي الاسطمبه دي، لانك ناوي تقارن ما بين كل العيون دي الاولانيه وتعبت الثانيه وضيعت الثالثه، فكان لازم توحد القياس ولا لا؟ عشان كده قبل ما تقول ان الريزه هتقع على ريتنا لازم تعرفني انك انسان عادل، لازم تقول لي اسطمبه هنستعملها طول الشابتر بتاعنا. لازم لما اقول لك قول لي العين الفلانيه اخبارها ايه، تقول لي اتس ا كونديشن اوف ريفراكشن، يعني حاله من الايه؟ ريفراكشن، اكوموديشن ات ريست، انسيدنت بارالل ريز فولينج اون ذا اي. اقف لغايه هنا، والله سطر ونص ده هتقول في كل الديفينيشنز اللي جايه. لما اقول لك قول لي يعني ايه ميتروب، يعني ايه مايوب، يعني ايه هايبرميتروب، يعني ايه استجماتيزم، كلهم هتقول لي الاسطمبه دي، لانك ناوي تقارن ما بين كل العيون دي بالنسبه لاي نوع من الريز البارالل، اللي هو يعني الاوبجكت ده يعني حضرتك قد ايه؟ 6 متر. يبقى ده فار ولا نير؟ فار. وانت عند الفار بتحتاج تعمل اكوموديشن ولا الاكوموديشن بس وقت القرايه؟ شفت ازاي؟ بص الاسطمبه، اتس ا كونديشن اوف ايه؟ ريفراكشن. At which incident A parallel rays with accommodation at rest. إذن يلا إني أرسلت تاني. It's a condition of refraction with accommodation at rest. يعني إيه؟ fully relaxed. يعني مش ناوي تعمل accommodation. أنا ناوي توقع rays إزاي؟ parallel rays falling on the eye will be focused فين بقى؟ قول الجملة اللي نفسك فيها. لو أنا إيمي تروب will be focused فين؟ on retina. كده أنا إنسان عادل. عشان كده لو تركزوا معانا بقى، الناس اللي جونا عياداتنا لابسين نظارات معانا في القاعه اونلاين، انا لما اجي اقيس لك نظرك بقعدك على مسافه قد ايه من الصندوق؟ 6 متر. عشان يبقى الريز جاي من الصندوق على عينك ازاي؟ شفت ازاي احنا العلم بتاعنا لا يتجزا، علم كده مسطره. فاذا خلاص قانون عادي يعني. كونديشن اوف ايه؟ ريفراكشن. ده ريفراكشن، ده ديفينيشن اوف ايميتروبس. بصوا الرسمه باينه قوي، انا عايز اقول دي كورنيا ودي اللانس ودي الريتنا. خدت بالك الموقع الريز عامله ازاي؟ بارلل. اتس ا كونديشن اوف ريفراكشن ويز اكوموديشن ايه؟ ات ريست. انسيدنت بارلل ريز فولينج اون ذا اي ويل بي فوكس في اون ذا ريتنا. شفت ازاي؟ ده البني ادم اللي تقول له انت مبروك عليك انت ايميتروب، اللي هو زي حالاتي اللي بيشوف كويس من غير نظاره خالص، لان ريز الفارم بتوعه على عيني تتجمع فين؟ على الرقبه. حلو. اذا اللي عنده ايميتروبيا، ايه يعني ايه؟ ايا كان النوع غلط. هقول ايه بقى الديفينيشن بتاعه؟ لو عايز احط الديفينيشن لكل انواع الايرورز على بعض، هتقول اتس كونديشن اوف ريفراكشن ويز اكوموديشن ات ريست انسيدنت بارلل rays falling on the eye will not be focused on ايا كان مكانها بقى. مين بقى الانواع؟ يلا نبدا. اول نوع ايرورز عندي الاشهر على الاطلاق، the most common type of error of refraction myopia، واخوه ابن عمه على طول هايبرميتروبيا. انا قررت احطهم لكم جنب بعض عشان نخلص مذاكره واحده. الأشهر على الإطلاق the most common type of error of refraction myopia، وأخوه ابن عمه على طول هايبرميتروبيا.
انا قررت احطهم لكم جنب بعض عشان نخلص مذاكره واحده من الديفينيشن ومن الكوزس بالمره، وبعدين نمسك واحد واحد منهم كلينيكال بيكتشر بعدين وتريتمنت كوركشن. يعني يلا بينا مايوبيا. مايوبيا يلا مين هيقول لي الديفينيشن؟ ها ولا حاجه، نفس الاستامبه يا جماعه لازم تقولها. اتس ا كونديشن اوف ايه؟ ريفراكشن وذ اكوموديشن ات ريست انسيدنت بانل ريز falling on the eye, the retina will be focused in front of the retina. قدام مين؟ قدام الريتنا. حلو؟ يبقى هايبرمتروبيا او الهايبر اوبيا it's a condition of refraction with accommodation at rest. Incident parallel rays falling on the eye will be focused behind the retina. موضوع سهل خالص. خدت بالك؟ عشان اقول ان العين الاولى دي حلوه والعين دي مايوبيك والعين دي هايبرمتروبيك قارنتهم بالنسبه لنوع واحد من الريز اللي هو ايه؟ البارالي. يعني الاوبجكت يبعد عن العين 6 متر او ابعد، يبقى بالتالي هو مش محتاج يكون عامل ايه اصلا. عشان كده افترضنا ان الاكوموديشن ات ايه وشفنا بقى الريز اتجمع فيه، والله اتجمعت على الريتنا متشكرين انت قيمه رو اتجمعت قبل الريتنا يعني في نقطه في وسط الفيترس قدام الريتنا يبقى انت مايوب، في نقطة ورا الريتنا يبقى أنت إيه؟ هايبرمتروب. قبل ما أقول لك إيه الأسباب المحتملة اللي تخلي عين مايوبيك وعين هايبرمتروبيك، تعال أقول لك إيه اللي خلى عينينا إحنا الناس الطبيعية إيميتروبيك؟ إيه اللي يخليك مبروك عليك عينك في أوبتيكال سيستم قطعنا عدسات يعني بيجمع الريس في المكان المنشود اللي هو مين؟ الريتنا. محتاج تو فاكتورز عشان سيادتك أقول لك أنت تمام. اولا العدسات تبقى قوتها قوه مثاليه، والقوه المثاليه للكونيا كعدسه 42 دايوبتر. القوه المثاليه لللينس 18 دايوبتر. عشان كده دول مجموعهم على بعض حوالي كام؟ 60 دايوبتر. ربنا ظبط لنا العدسات بالقوه دي عشان طول عينينا يكون مثالي. يعني انت مش اي عدسه في الدنيا يا جماعه ليها فوكال ديستنس معينه، العدسه دي بتجمع في نقطه معينه. إذا لما تكون عدسة قوتها واحد دايوبتر بتجمع على بعض متر. فلما تكون عدسات اللي عيني، عدسات اللي جوه عيني قوتها كده، يبقى ربنا ظبطها لنا عشان تجمع في مكان معين. اللي هو الطول المثالي للعين. واحنا الطول المثالي للعين بتاعتنا كام بقى؟ النورمال افريج اكزيال لانس. إذا الطول المثالي للعين اسمه إيه؟ اكزيال لانس. يعني المسافة من السنتر اوف كونيا للسنتر اوف ريتنا كام مليمتر؟ 24 مليمتر. اذا ده النورمال ايه؟ افريج اكزيال لينس. فسيادتك لو طول عين حضرتك طول مثالي حوالي 24 مليمتر، انا اقدر اقول لحضرتك وعدساتك قوتها 60 دايوبتر، اقول لحضرتك مبروك انت هتكمل بقيه حياتك ايه؟ ايه متروب. دلوقتي اعتقد انتوا جاهزين تعرفوا الاسباب اللي ممكن تخلي بني ادم كده او بني ادم تاني كده. نمبر 1 كوز، دي موست كومن كوز، تخيل لكلاهما، ان طول العين يتغير. ايه ده؟ هتقولي طول العين يتغير يعني عين تكبر او عين تصغر؟ لا لا لا، ثانيه واحده عشان تقول الكلام ساينتفك. احنا كلنا اصلا داي 1 عند الولاده اتولدنا الاكزيال لينس بتاعنا 16 مللي، وبنوصل للطول المثالي اللي هو حوالي 24 مللي عند سن 7 8 9 سنين. ايه ده يعني اراوند 7 years. فايه رايك لو بني ادم اتولد طول عينه 16 كان معتاد ووصل الحمد لله ل 24 ووقف، ده وقف عند الطول المثالي ولا لا؟ يبقى هيبقى زي حالتي يكمل بقيه عمره ايه؟ مترو اراوند 7 years. طيب ايه رايك لو بني ادم تاني طول عينه بدا 16 ووقف عند رقم 20 ومش عايز يكمل، ده وقف ها؟ ده يبقى هيفضل طول عمره عينه ايه؟ قصيره. وطالما عينه قصيره يبقى الصوره تتجمع ورا الرتنه ولا لا؟ يبقى بقيت عمره بقى ايه؟ هايبرميترو. واحد تاني وصل للطول المثالي 24 بس ربنا بارك في عينه بزياده يعني طولت، ده هيكمل بقيت عمره ايه؟ مايوبيك.
إذا the most common cause for both طول العين يبقى مش مظبوط. The most common cause for both طول العين يبقى مش مظبوط. يا short eye هي مش تظهر بقى عشان الجملة تبقى صح تفضل صغيرة لأن اتولدت أنت طول عينك كام؟ 16 ما وصلتش يعني للطول المثالي حصل arrest of glass ساعتها يبقى طول عينك قصير يعني أقل من 24 مللي يبقى أنت سيادتك هتكمل بقية عمرك على 3 متر أما لو عينك عدت 24 مللي بزيادة سيادتك هتكمل بقية عينك بقية عمرك آسف ما يعطيك عندنا بقى قانون هنا في عالم الايرورز قانون لا يوجد به نسبة خطأ وهنا هتعرفوا حاجة لطيفة جدا كل 1 مليمتر زيادة او تغير في طول العين بنصلحه بعدسة نظارة قوتها 3 دايوبتر كل 1 مليمتر زيادة او تغير في طول العين بنصلحه بعدسة نظارة قوتها 3 دايوبتر اذا خدت بالك ده قانون ما فيهوش نسبة خطأ كل 1 مللي كام عشان يعني بص سيادتك لو طول عينك المثالي كان المفروض يبقى كده ده مكان الرتا عينك كبرت الرتا بقت هنا كبرت قد ايه 1 مليمتر عشان نوصل الصوره للمكان الجديد يعني نرجع الصوره لورا هنا محتاجين عدسه كونكيف ماينس 3 دايوبترز طالما مللي يبقى بكام خلاص ده قانون لا يوجد به ده على مسؤوليتي اسالوا اي حد في الدنيا لا يوجد ده قول رمان 100% كوركت اذا كل 1 ملم كام كل واحد في الناس اللي اونلاين او معايا هنا لابسين نظارات يقدر يعرف عينه طولت قد ايه لو لابس نظاره ماينس 3 يبقى عينك طولت 1 ملم لو لابس نظاره ماينس 6 عينك طولت 2 ملي لو لابس نظاره ماينس 9 عينك طولت 3 ملي لو لابس نظاره ماينس 4.5 يبقى عينك طولت ملي ونص ملي بتلاتة والنص بواحد ونص لو لابس نظارة ماينس واحد ونص عينك طولت نص ملي ده قانون مفهوش غلط فإذا كل 1 مليمتر زيادة بقد إيه؟ كل 1 مليمتر زيادة بعدسة نظارة ماينس 3 خدت بالك ليه ماينس؟ هي الماينس نوعها إيه يا جماعة إحنا اتفقنا بص بقى لو أنت فاهم دايما لما تفهم تلاقي الدنيا ممتعة تبقى مستمتع وأنت بتذاكر ليه اخترنا نوع العدسه ده ليه اخترنا نوع العدسه ده بصوا ارسم فين خليني ارسمها لكم هنا لو بني ادم مناطق الريز البانل بتتجمع هنا صح مش احنا اتفقنا عشان احكم ده مناطق ولا تبقى على عينه ريز ايه بانل ايه رايك عشان اخلي النقطة دي ترجع لورا بدل ما اخلي الريز كده طب ما تخليها تقع على عينه كده مش لما تقع كده تتجمع ورا اكتر ايه اللي يخلي الريز بدل ما هي تقع كده تروح يبقى تقابل عدسة من نوع الايه من النوع ده فالريز اللي كانت بارلل تروح معدية بدل ما تدخل على الكورنيا كده تروح داخل على الكورنيا مفتوحة يعني خليها تبقى كده فساعتها النقطة تروح للريتنا ولا لا يعني دي الفكرة لما احط عدسة بالماينس قدام الكورنيا بتاعت حضرتك فخلي الريز اللي واقع على عينك كده تقع كده فالبوينت فوكس اللي اتجمعت بدري ترجع لورا تروح على الرتنا اقدر احسب القوه ازاي خلاص قانون سهل كل 1 مليمتر بكام خلاص انت عينك طولت ملي لابسك ماينس 3 طولت 2 ملي ماينس 6 وهكذا عندنا كام نوع من الاجزاء ملوكي هل كل الناس الاجزاء صنف واحد خلاص قانون سهل كل 1 مليمتر بكام خلاص انت عينك طولت ملي لابسك ماينس 3 طولت 2 ملي ماينس 6 وهكذا عندنا كم نوع من الاجزيا الملوكيه بقى هل كل الناس الاجزيا صنف واحد لا لا لاجل حسن الحظ ومن رحمه ربنا the most common type of axial myopia النوع اللي اسمه simple axial من الاجزيا الملوكيه بقى هل كل الناس الاجزيا صنف واحد لا لا لاجل حسن الحظ ومن رحمه ربنا the most common type of axial myopia النوع اللي اسمه simple axial اسمه ايه؟ ايه ده يعني الاكسيال مايوبيا
ده الكومنست كوز اوف مايوبيا على الاطلاق، يعني اهم سبب المايوبيا هو الاكزيا. اهم نوع من الاكزيا ذا موست كومن يعني هو السيمتوم، لجنه لحسن الحظ. وانا بدعي كل الناس المايوبيك اللي معانا في الدرس معانا في الكورس كلهم سيمتوم وكلهم اكزيا، لان السبب الثاني لا يجوز يكون امتى؟ هنعرف ان الاسباب الثانيه حالات مرضيه اصلا. طيب اذا اول احتمالات لحدوث مايوبيا او هايبرمتروبيا طول العين يبقى ايش ايه؟ مش مظبوط. طيب واتفقنا في المايوبيا عين كبيره، في الهايبرمتروبيا تفضل صغيره. واتفقنا ان اهم نوع من المايوبيا اكزيا اللي اسمه سيمبل. هنا العين بتبدا، لو انت عايز تعرف الكريتيريا بقى، لو عايز تزود كده جنب كلمه سيمبل على السطر كده شويه معلومات كده لطيفه يعني. النوع السيمبل امتى اقول البني ادم ده سيمبل؟ الكريتيريا بقى، العين تبدا تزداد في الحجم اراوند الايدج اوف 14 ييرز. اراوند كام؟ 14 سنه. لما تسمع كلمه اراوند العين تبدا تكبر، اراوند 14 سنه مش معناها انها تبدا تكبر 14 سنه الا شهرين او شهرين، لا لا لا، نصف اراوند يعني قبل 14 سنه بثلاث اربع خمس سنين، بعديها بسنتين ثلاثه. يعني اي بني ادم فيكم بدا يلبس نظاره ويكتشف انه مايوبيك وهو عنده 9 سنين 10 سنين، ده اراوند 14، يبقى ينطبق عليك الكريتيريا بتاع السن. طب مستوى النمو العين يتوقف امتى؟ الغالب عند سن 21 سنه. ها حد لقط حاجه سريعه دلوقتي؟ عشان كده لما تسالونا على الليزك نقول لك استنى لغايه سن كام؟ 21 سنه، على ما يكون نمو العين وقف، فالايرور اللي عندك يبقى ثابت. شفت ازاي؟ اذا تبدا اراوند كام؟ 14، وتقف العين عن النمو عند سن كام؟ 21 22 سنه في الايج ده. اكتر مقاس بقى توصل له عشان تفضل سيمبل، اكبر مقاس ماينس 8. كل ما هو دون الماينس 8 كونسيدر سيمبل، كل ما هو دون الماينس 8 كونسيدر سيمبل. يعني عينه لم تتعدى قد ايه في الحجم؟ لما اقول لك اقصى مقاس عشان تبقى سيمبل ماينس 8، يعني عينك ما زادتش، ما وصلتش كام يعني؟ ما هو ماينس 9 بكام ملي زياده؟ 3. ما هو الملي ب 3 ده يعني عينك ما كملتش 3 ملي زياده. يعني العين زادت حاجه ايه بسيطه جدا، زادت ملي، زادت ملي ونص، 2، 2 ونص، 2 وثلثين، ودي بالتالي زياده طفيفه قوي. عشان كده سمينا النوع ايه؟ سيمبل. والنوع ده احنا بنعتبره كدكاتره عيون از فاريانت اوف نورمال، عشان بس ما تقلقوش على نفسكم الناس اللي لابسين نظارات، انتوا طبيعيين بس مختلفين حاجه بسيطه عن النورمال. يعني اذا انت عندك نوع بسيط لا يحدث فيه مضاعفات ولا فيه مشكله، كل اللي محتاجه بس انك تلبس نظاره او تلبس عدسه لاصقه او تعمل عمليه ريفراكتيف عشان الصوره تيجي على مين؟ عارف. ولكن لا تقلق، لن يحدث لك اي مضاعفات. النوع الثاني بقى هو بتاع البلاوي السوداء. النوع الثاني بص اسمه ايه بقى؟ هاي. بص الاسامي كلها تدل على ده. بروجريسيف ماليجننت ديجنريتيف مايوبيا. يمكن ارحمهم هاي، يعني درجه المايوبيا ايه؟ عاليه جدا. بروجريسيف الموضوع في زياده مستمره. ماليجننت احنا بنشبه العين بالماليجننس من كتر ما هي بتكبر بسرعه بريد سريع. ديجنريتيف ده واضح ان العين هيحصل فيها مضاعفات، عشان كده سميناها ديجنريتيف، ومشاكل كتيره هنعرف كومبليكيشنز المره الجايه. ايه ده يعني؟ اذا انا عندي نوع فعلا عنيف. عارفين الكرايتيريا بتاع النوع ده؟ الايرور يبدا اراوند الايدج اوف 7 ييرز. لما اقول لك اراوند يعني ممكن قبل 7 سنين بثلاث اربع، يعني ده ممكن طفل يبدا عينه تعدي 24، تعدي الرقم النورمال وهو لسه عنده 4 سنين 3 سنين، ده بدري قوي ولا لا؟ مقارنه بالنوع الاولاني كان ممكن عينك تبدا تكبر وانت عندك 11 سنه 12 سنه، ده بتكبر يعني ممكن 8 سنين بدري. طب كلمني بقى امتى العين هتقف؟ يعني تتوقف عن النمو. بصوا تتوقف امتى؟ بصوا الرقم اللي هكتبه. الله اعلم. يعني هتقولي يعني ايه الله اعلم؟ يعني الناس ممكن عينيها تفضل تكبر، الناس اللي عندها النوع ده لغايه بعد 21 ثلاثينات. early late 30s. ايه ده يعني العامل الزمني اللي العين هتكبر فيه ممكن تبدا عن سن 4 سنين لغايه مثلا 35 سنه تبدا العين تزيد، تكلمني 30 سنه. النوع الاولاني كان اخرك 6 7 سنين 8 سنين، يعني يمكن 3 4 اضعاف العامل الزمني. العين هنا هتكبر 3 4 اضعاف العامل الزمني عن النوع الاولاني. عشان كده
بنشوف ارقام مش عايز اخد دوركم بقى. ماينس 15 ده قليل، ماينس 20، ماينس 25، طب لغايه كام اخرنا؟ انا شفت مره بيشنت ماينس 33. دكتور عمر الزواهري احد اساتذتنا كبار جدا، شاف مره بيشنت اتكلم عليه في احد المؤتمرات ماينس 45. ماينس كام؟ ايه ده؟ ماينس 45 يعني عينه كبرت كام مللي؟ اقسم على 3، 15 مللي متر زياده. وهي النورمال بتاع العين كام؟ ده عين زياده فوق العين. هتقول لي دي كبرت فين ان شاء الله؟ مش العين عايشه جوه الاوربت؟ بس العين ماليه ربع مساحه الاوربت بس، الربع بس، بقيه الثلاث ارباع كميه دهون كتير قوي، فالعين لما تكبر ممكن تفعص الدهون وتكبر على حسابها. طبعا لما العين بتكبر بهذه الصوره المفرطه، اول ما تبص في وش البني ادم ده يجي لك انطباع وكان عينه طالعه لبره، حاجه اسمها سودو بروبتوزس. حاجه اسمها ايه؟ سودو فولس سنسيشن، ان في بحوث في العين. لكن ايه ده، دي العين كبرت قوي. خلي بالك بقى العين بتوصل لارقام مرعبه في حاجات ريل زي اللي قلت لك عليها دي، من غير ما بلاس ابلاي ايه؟ يزيد. عشان كده بيحصل اسكيميك وديجنريتيف تشينجز، العين بتروح في داهيه. وطبعا اهم جزء في العين مش هيتغذى كويس الراتنا، وبالتالي يحصل ريتنا تشينجز، اتروفيك تشينج، كده النظر بيروح خالص. اذا النوع البشع الحمد لله الاقل شيوعا النوع اللي اسمه ايه؟ هاي او بروجريسيف، او الاسامي الاكثر قسوه مالجنانت او ديجنريتيف مايوب. لو عايز تزود كريتيريا مفيش مانع، بتبدا بدري قوي اراوند 7 years، الايدج ليميت ان نون، ممكن توصل ماينس 15 وانت طالع. ارقام مرعبه جدا، العين بتكبر بصوره مفرطه من غير ما بلاد سبلاي يزيد. اذا اول سبب حدث بيه مايوبيا وهايبرميتروبيا ايه رايكم؟ سبب اسمه اكزيال، ده الموست كومن. اكزيال هايبرميتروبيا العين تفضل ايه؟ صغيره. اكزيال مايوبيا العين تزداد في الحجم. وعندي نوعين من الاكزيال مايوبيا، في سيمبل ده الاكثر شيوعا والحمد لله حظنا كويس، النوع الاقل شيوعا المأساوي اللي فيه مضاعفات هو مين؟ الهاي او البروجرس. طب تاني احتمال بقى ان طول عينك تستلم والحمد لله سليم، يعني عينك تبقى 24 مللي، بس قوه العدسات دي يحصل فيها خلل. ايه رايك لو قوه العدسات دي زادت عن 60؟ اي عدسه قوتها بتزيد بتجمع بدري ولا لا؟ او قوه العدسات قلت عن 60 تجمع ورا ولا لا؟ عارفين دي بنسميها refractive causes. اذا refractive causes of myopia and hypermetropia. بصوا لو عايزين تقللوا العلم according لكتاب الاسم الجديد بتاعنا، بدل ما تقعد تدخل في اسباب مالهاش يعني زياده معلومات زياده، اللي يعمل لي refractive myopia ان ال refractive power of our lenses، احنا حالتنا كام عدسه جوه العين؟ كورنيا والكريستالاين لينس انكريز. هو ده اللي كتبه كتاب الاسم، قال لك ان الريفراكتيف باور اوف ذا كورني اند لينس ايه؟ تنكريز. طيب اديك مثال كده مره خدناه مع بعض عشان صعبان عليا اللي احنا عملناه مع بعض. ايه رايك؟ فاكرين المرض ده؟ اسمه ايه ده؟ مش كده الكيرفيتشر ذات؟ مش احنا قلنا عشان نزود عدسه قوه عدسه ممكن تزود الكيرفيتشر؟ اذا كيراتو كونس يعمل لي ان يعمل لي ايه؟ مايوبيا ولا لا؟ اذا فكره ان يحصل ريفراكتيف كوز اوف مايوبيا يعني نزود الباور، باور زياده باور يعمل لي مايوبيا، زي زياده في الكيرفيتشر بتاع مين؟ الكورنيا. مرض اسمه ايه؟ كيراتو كونس. او نقلل الباور بتاع العدسات اللي حالتنا، لو قللنا الباور يعمل لنا هايبر ايه؟ ميتروبيا. عايز مثال؟ فيري رير ديزيز بيحصل بيأفكت الكورنيا في ذا كونجنتال انوملي بس فيري رير، تلاقي الكورنيا كده. خدت بالك الكورنيا عامله ازاي؟ فلات. عارفين دي بيسميها ايه؟ بيسميها الكونجنتال انوملي كده. كورنيا كلانا. دي تلاقي الباور بتاعها في الثيرتيز، يعني مثلا 35، 34، ده باور قليل قوي. وطالما الباور قل قوي الصوره بدل ما تتجمع عارفها تتجمع فين؟ ورا. لو عايز تقلل الكم عندك مفيش مانع تعرف زي ما كتاب الاسم بتاعنا عمل، قال لك عشان يحصل ريفراكتيف كوز اوف مايوبيا او هايبرميتروبيا، مايوبيا تزود الباور اوف ذا ريفراكتيف سيرفيسز اللي هي نص الكورنيا او لينس، هايبرميتروبيا ايه؟ نقلل الباور. حتى ما قالش اسباب،
لكن اديني قلت لك سبب هنا وسبب هنا. طيب اللي فيكم انترستد يعرف السبب الزياده اللي انا كاتبه في الورق اللي هو قصه الاندكس او تشينج في الاندكس، خليه في وقت تاني بره الدرس لان ده كلام زياده. اكتب كده لو انت عايز تعرفه ليتر، نقعد مع بعض كده قاعده. ايه ده؟ شرحناه في الكاتراكت يعني لما اتكلمنا على السكندري سايت لو تفتكروا. لكن يعني اللي فيكم عايز يعرف تفصيلها انا الاثنين خليه بره توقيت الدرس نعمله مع بعض. اللي حابب فيكم يعرف ازاي بيحصل اندكس يعني تشينج بالريفلكتيف اندكس يعمل مايوبي او يعمل ايه؟ هايبرميتروبي. في سبب كمان ثالث لا يحدث الا مع الهايبرميتروبيا. يعني السبب الاخير ده كوزنج هايبر اوبيا اونلي. لو بني ادم عنده كده بصوا اكتبها لكم ازاي سهله. ايه الكلمه دي؟ افيكيا. عمل عمليه وشلنا له العدسه بتاعته او اتخبط خبطه والعدسه بتاعته وقعت ورا. فاكرين اللي اسمها posterior lens dislocation؟ اللي ما عندوش عدسه هي صورته تتجمع ورا ولا لا؟ اذا سبب ينفرد دي الهايبر ايه؟ الهايبر ميترو. سهل الكلام؟ طيب انا عارف ان محاضره النهارده محاضره خفيفه كده كانترو بس كده ان اجيب رجلكم علشان نبدا تاني ندخل في عالم الرمد ان شاء الله. احنا من المره الجايه هنبدا نزود الامال. المره الجايه عندنا درس في الحقيقه تقيل، هنبدا بقى نتكلم على الميوبيا لوحديها بقى ككلينيكال بيكتشر وكومبليكيشنز. الكومبليكيشنز بتاع الميوبيا دي هتغلبنا شويه لان داخل فيها جزء في الريتنا انا عارف، فمعلش يعني هنتعب فيها شويه لكن هي دي الحاجه الوحيده اللي ستاند ستيل في هذا الشابتر ان شاء الله. عايزين نحط المواعيد مع بعض بقى عشان